السلام عليكم. مراجعة رابعة، سنة رابعة، الجزء الثاني، جزء الكمبليت أو الجزء الكامل الاختيارات. فتعالوا كده نشوف مع بعض جزء أكمل أو القطعة كده. هنترجم زو يعني إيه؟ يعني حديقة حيوان، أي زو حديقة حيوان. إحنا في أول واحدة dangerous خطير، animals حيوانات، camel جمل، big يعني ايه؟ خلاص بعد ما نترجم اهم حاجة في قطعة اكمل ترجمة الكلمات اللي فوق، ترجمناها تبقى الدنيا سهلة. يلا. My family likes to visit the zoo. عيلتي بتحب تزور حديقة الحيوانات. اوكي. Last Friday الجمعة اللي فاتت we visited جيزة. زرنا ايه؟ جيزة ايه؟ زو حديقة حيوانات الجيزة number one. مال ايه فين حديقة الحيوان في الجيزة حضرتك؟ طيب خلاص يبقى دي هنا جيزة. زو مش عارفة بقى انا هقدر اكتب ولا لا. ها we saw different. احنا شفنا ايه مختلف؟ حاجة مختلفة. شفنا ايه different؟ different big ازاي صفتين ورا بعض؟ هنبتدي نهيز بقى. different camel different حيوانات مختلفة. لا ما لا ركزي في الكلمات، مش بحب التهييس، يعني ما بحبش حد يبقى شاطر جدا فيهيس لي. لا. some animals بعض الحيوانات are like snacks. يبقى بعض الحيوانات ايه؟ زي التعابين. ها في تهييس والله العظيم. are a dangerous خطيرة زي التعابين dangerous. okay some animals help us like the it's strong. وبعض الحيوانات بتساعدنا زي مين؟ كام وما فيش غيرها ده. ماشي دي كده اول كومبليت. تاني قطعة. الفيديو ده خلص كله اكمل، حوالي عندنا 12 قطعة تقريبا ولا 35 12. طيب without بدون، يبقى دي كده بدون. fur فرو، desert صحراء، live يعيش، delicious لذيذ. يلا. camels are amazing. their milk is اللبن بتاعهم ايه؟ delicious number one. we can use their fur. سوري انا حلتها. we can use their fur. نقدر نستخدم الفير بتاعهم، الفرو بتاعهم to make clothes عشان نعمل لبس. طيب camels are perfect for the. هم مناسبين للصحراء. اختك دي هقوم اكلها لك والله. طيب they can live water. يبقى هما بيقدروا يعيشوا من غير مية without water. يلا بينا نخش على القطعة الثالثة. القطعة الثالثة اهو. بيك اللي هو منقر. بو الكف بتاع الدب ده، يبقى دي قصة الدب والبجعة. ماشي. جوسي حاجة كده طرية، حاجة جواها عصير كتير. ووتر مية. ليفتس يعني رفع. اوكي. طب pelican and a pear يعني البجعة والدب are very hungry. كانوا لا ما تتوبيش عشان انا فاصله، هنام على الترابي. they are both هما الاثنين looking at a big fish. ها كانوا بيبصوا لايه؟ فش. جوسي بيج. جوسي فش لي سمكة طرية كده. طيب the pear reaches whistle for the fish. whistle للسمك. eat its paw. عمل ايه في الكف بتوعه؟ في الكف بتاعه او في الكف بتوعه رفعهم، يبقى lifts. طيب the pelican opens its. والبليكان فتحت ايه؟ its ايه؟ بيك المنقار بتاعها. بعد كده it is ready جاهزة to take the fish out of the. هي جاهزة انها تطلع او تاخد السمكة من water. بس كده. يلا بينا الباقي. pose نفس الكلام الكفوف. ها scary مخيف. eat يأكل. pears الدببة دي هو جمع دب ايه بالعربي؟
دب دببة. دببة مش عارف مش متأكد. سكاي سما. طيب I am Soha. I love animals. بحب الحيوانات. My favorite animals are حيواناتي المفضلة أكيد هي هتبقى إيه؟ Pears number one. طيب pears have strong and sharp claws. يبقى هم عندهم strong إيه؟ Paws. طيب they also have sharp teeth. وعندهم كمان سنان حامية. They are animals. هم إيه؟ Scary. حيوانات مخيفة. They fish. يبقى eat. هم بيأكلوا الفش. اوكي نكمل بس بقى. ها sun شمس. وبأكد تاني النوع الأسئلة دي مش هنعرف نحلها غير لما نترجم الكلمات كويس. الكلمات اللي انتوا ما بتحفظوهاش. لا انتي شطورة. beautiful جميل. ها love يعيش. grass عشب. camels الجمال. يبقى القطعة دي بتاعت ريم غزل. بتاعت ريم غزل. غزلت الريم. there are lots of desert animals. يوجد الكثير من حيوانات الصحراء. and the ريم غزل وغزلت الريم is one of them. وغزلت الريم واحدة منهم. طيب ريم غزلز غزال الريم look very شكله ايه؟ بيارد. جميل. طيب they eat بياكلوا ايه؟ grass بياكلوا العشب. leaves وأوراق الشجر and plants والنباتات. طيب they don't need to drink a lot of water like ما بيشربوش مية كتير او ما بيحتاج زي ايه camels زي الجمال. طيب لا مش هننام بقى يلا. ما بتحل انت نايمة يا فريدة. ازاي وانا نايمه؟ ما انت حاطه راسك. والله اوريهم اصورك. زي هاف يلو وايت كوت. يعني عندها الفرو بتاعها اللي هو كريمي كده ابيض مايل للصفار which protect them from the بيحميهم من الشمس. بس كده يلا القطعه التاليه. انت بتموتي في الفينكس. اقسم بالله اول ما كونكت رابعة نزل كنا كلنا متجننين من الفينكس. ما علينا دلوقتي خلاص خدنا على الموضوع. لا لا ده فاضي. يلا هن ديزرتس صحاري كيلوغرام. ليزرت السحالي. ايرز الاذنين. هيت درجه حراره او سخونه. يلا The fennec fox. تعالى بالفينك. Is the smallest of the world foxes. يعني هو أصغر ثعلب من ثعالب بتوع العالم. It's a cold desert fox. بيسمى ثعلب الصحراء. It lives in the of North Africa. في الصحراء في شمال إفريقيا. يبقى دي number one. طيب it weighs هو بيوزن only 1 kilogram. وزنه 1 kilogram. It has big عنده big ears. عنده أذن كبيرة. It eats هو بياكل ايه؟ and insects بياكل الليزردز بياكل السحالي. دا 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 دا. نكمل. ما احنا هنكمل. للأسف هنكمل. طيب جاردنر اللي هو الجنايني. بالاس قصر. كومبيتيشن منافسة بتاعت الامبراطور. الامبراطور هيلب يساعد. تشينج lived long ago in China. هو البطل بقى الواد اللي اسمه تشينج ده كان بيعيش في الصين. The most important man in China was the هو اكتر راجل مهم في الصين هو مين؟ emperor. عشان هو الحاكم يا هبلة. يبقى ده number one emperor. طيب he lived in a beautiful بيعيش فيه palace. beautiful palace بيعيش فيه قصر جميل. One day the emperor said
قال ذات يوم يعني الامبراطور قال there will be a هيبقى موجود في competition في مسابقة. I will give a seed أنا هدي أنا سوف أعطي بذرة to each لكل إيه gardener لكل بستاني أو لكل جناين. خلاص أوكي إيه اللي بعديها الإيه يعني grapes عنب chicken فرخة sugar سكر produce ينتج delicious لذيذ fruits grow in different times of the year يعني الفاكهة بتتزرع في وقت في أوقات مختلفة من السنة. we انت بتعملي ايه ما تحليش قبلية واحدة واحدة we different kinds of them in Egypt يبقى احنا بنعمل ايه produce اوكي بننتج الى انواع مختلفة منهم في مصر يبقى دي نمبر 1 mangoes and grow in summer المانجو والايه بيتزرعوا في الصيف grapes والعنب. طيب we get بناخد ايه او بنحصل على ايه from sugar cane على السكر بناخد السكر من قصب السكر. بعدين fruits are delicious هي خلصنا لا لسه ما كتر الاسئله يا هبله عشان تدخلي انت تدخلي الامتحان هتلاقيها متكرره بس ما هو هدف المراجعه اللي احنا بنعملها مثلا ان هي دي الامتحان ولا عشان ندخل الامتحان خلاص احنا حفظنا اللي جاي ونخلص هما اللي بيعملوا مفيش دعوه بيهم لا الموجه هيعمل الموجه هو اللي هيعمل ما امتحانات الوزاره كلها محلوله يلا درينكس بصي درينكس هنا هيجي فعل في المضارع البسيط بمعنى يشرب او ممكن يجي اسم بمعنى مشروبات اوكي ايتس ياكل هيت قلناها قبل كده درجه حراره او يسخن ايرز اذن هوت حر او سخن ذا فينيك فوكس نيدز بيج to hear insects بيحتاج ايه عشان يسمع الحشرات محتاج الاذن بتاعته الكبيره and small animals عشان كمان يسمع الحيوانات الصغيره the fennec fox insects بيعمل ايه في الانسكتس lizards and small mice بياكل كل ده ده باراجراف اهو عن fennec fox واحنا قاعدين مش عاملين حاجه يبقى هو بيعمل ايه eat بياكلهم. طيب during the day اثناء النهار eats in the desert بيبقى ايه الصبح في الصحراء بيبقى hot جدا بيبقى حر جدا اوكي okay. طيب the fennec fox loses بيفقد ايه درجة الحرارة بس كده بسبب ودنه عم الجمل يلا بينا بالكتير ما شفتوش هو ايه ده فريد بالكتير هو صاحبك يلا ها فورست غابة perfect مثالي مناسب رائع desert صحراء strong قوي ملك لبن يلا بينا camels are طبعا عايز اعرف حاجة انت تعبتي من ايه ده انا اللي عماله اقرا وترجم انت بتحلي بس بتتوبي لهوي على هذا الجيل الفاسق درسي قبل صحي قبل بساعة طبعا ماشي ماشي camels are amazing الجميل رائعة they are beautiful animals يبقى في كمان حاجه هم جمال وايه اقوياء strong لا strong ماشي طيب they help us to بيساعدونا to carry things نشيل الاشياء and people to cross من خلال او عبر ذا ليه عبر ايه يا جمال موجود في الصحراء مالك يا حبيبتي desert اوكي يعني ملكوش دعوة بكل المسافة دي ملناش دعوة بيها تكتب ديزرت بس أو لا there A is delicious هو إيه الحاجة من عندهم لذيذة جدا اللي هو الملك
هو اه ما هو اي حد بيولد بيجيب ميلك، بس انا ما اعرفش بصراحه الميلك بتاعه ديليشس ولا لا، الله اعلم، ما شربتوش قبل كده، ما اعرفش، اكيد حد شربه وعرف. وي كان يوز، نقدر نستخدم their fur، الفير بتاعه to make clothes، عشان نعمل اللبس. camels are for the desert، ان هو ايه بقى مناسب للصحراء، يبقى perfect number four. يلا بينا تاني. اه ليبيا، احنا كده ايه في الصفحة العشرة. يلا تعالي نخش على مين. جاك. جاك مين؟ حد اسمه جاك. بنت ما تضايقنيش. يلا. جاردن حديقة. لاي يكذب. بالاس قصر. اونست امين. جاردنر جنايني. هو نفس الموضوع مثلا بتاع الامبراطور، بس مش جايب لنا بقى قصة الامبراطور، هو عايز نستخدم حفظنا للكلمات على قطع تانية. جاك was a rich king، هو ملك غني. He lived in a، ما هو بيوظف لك الكلمات مع قصة تانية، المهم احنا حافظين الكلمات ولا لأ. هاي بما انه ملك يبقى هو هيعيش في ايه، في بالاس. اه انا الميستايل. طب خشي نخلص واجي هزر معاكي. ماشي جميل، الله حلو قوي. يلا روحي، يلا يروحي في امان الله، انصرفي. يلا تعالي كمل. ها he was ايه when people had problems، هو بيعمل ايه بقى يا ترى لما الناس تكون عندها مشاكل. he helped him. he helped him، بيساعدهم، يبقى هو اكيد هيبقى امين، هيبقى امين لما في حله لمشاكل الناس يعني. اوكي. all people loved him، بيحبوه كل الناس. he had a very beautiful، هو عنده، and it was full of flowers، ومليانة بالورد، يبقى هو عنده ايه، حديقة جميلة، garden. طيب the looked after the plants، بيعتني بالنباتات، يبقى مين، gardener. بس كده عندك نفس الورق، بتبصي على الموبايل ليه يا شيخة؟ ماشي يا ساتر يا ساتر. fruits، فواكه، عنب، يزرع، فرخة، شجر. احنا مش لسه حالين دي؟ احنا لسه حالينها. ايه ده؟ اه والله متأكد. معلش، لا خلاص لسه حالينها، طلعيه. اه لسه حالينها. تعالي اللي بعديها. لا حالينها. ويكند، اجازة، easy، سهل، hot، حر، scientist، عالم، walking، يمشي بسرعة شوية. خلاص. I am Darin، my mom and I go in the desert with my dad. walking، بنتمشى في الصحراء. اشوف الصحراء عندهم صحراء. عندهم صحراء تملك. dad is a، بابا ايه، scientist، عالم. and he likes looking at animals and plants. ماشي. the desert is very interesting، but يعني الصحراء رائعة بالنسبة لها، but it's very ايه، hot، حر احيانا، الصحراء احيانا حر. طيب I go with my dad every، انا بروح مع بابا every weekend. اوكي اللي بعديها انت ببصي لي ليه؟ خلاصي خلاصي. عايزه ايه؟ nutrients، مواد غذائيه. catch، يصطاد او يقفش حد. live، يعيش. goats، معيز. grow، يزرع. I am حاتم. I live in دمياط. governorate، في محافظة دمياط. the land in دمياط
الارض في دمياط ريتش ان غنية بايه؟ بالمواد الغذائية نيوتريانتس. اوكي نمبر 1 فيشر فارمرز كان المزارعين بيكان ايه؟ جرو رايس توماتوز ويت اند جرابس. طيب فيشر من الصيادين على طول هيعملوا ايه؟ كاتش بيصطادوا السمك كاتش. وبعد كده كاوز وي goats والمعيز and sheep live in دمياط. خلاص نشوف عندنا خلاص ايه ده complete خلص. لا مش مصدقة خلاص كده complete خلص. مش ناخد بقى فقرة correct والسؤال ده اهم سؤال عندي في الحياة لانه كله متعلق بالجرامر اللي هو ما عندكوش جرامر اساسا بس هنعديها. يلا تعالوا نحل بقى بس اعملوا فيديو لوحده.